بالنسبة لسؤالنا عن أطفال السكري وهل هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، فأود أن أطمئنكم بأن أطفال السكري معرضون كغيرهم من الأطفال للإصابة بهذا الفيروس، ولكن المطمئن هو أن ملاحظاتنا أختي بالإضافة إلى التقارير الدولية أثبتت بأن أطفال السكري ولله الحمد ليسوا أكثر عرضة مقارنة بباقي الأطفال. نعم. والحمد لله ما كانت هناك أي مضاعفات سكر ما دام التحكم في السكر وأن المستوى المطلوب، وهذا شيء مهم. وحتى لو نظرنا إلى تقرير مركز مكافحة الأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية فإنه يبين بأن هناك أكثر من 3000 طفل ممن كانت نتائجهم موجبة لفيروس كورونا، والحمد لله لم يذكر بينهم بأن هناك أي حالة لطفل مصاب بالسكري كانت إصابته خطيرة. الحمد لله. الشيء الحمد لله. طيب دكتورة، هل هناك علاقة سببية بين فيروس كورونا المستجد والازدياد في عدد حالات الإصابة بسكر الأطفال من النوع الأول؟ شكرا أخي، هذا طبعا سؤال وايد مهم. الله يسلمك، قام فريق من الباحثين بدراسة ما إذا كانت هناك علاقة سببية بين فيروس كورونا المستجد والإصابة بالنوع الأول من السكري، وهذه الدراسة نشرت في إحدى المجلات الطبية، ولوحظ بأن عدد حالات النوع الأول من السكري عند الأطفال تضاعفت خلال فترة ذروة الجائحة. وعند فحص الأطفال تبين أن البعض كانت نتيجته موجبة لهذا الفيروس، وأيضا تبين بأن 70% من الحالات الجديدة للسكري من النوع الأول كانت قد أدخلت إلى المستشفى نتيجة لإصابتها بتحمض كيتوني، وهذه الحالات وصف نصفها بأنها شديدة ومما يعرض حياتهم للخطر. بالإضافة إلى ذلك، لو رأينا إلى التقارير التي وردتنا من الصين وإيطاليا، هما طبعا أول دولتين أصيبتا بجائحة فيروس كورونا، ومثل ما نعرف كانت هناك أعداد كبيرة. نلاحظ من هذه التقارير بأن هناك زيادة في عدد حالات السكري من النوع الأول عند الأطفال. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك علاقة سببية؟ هذا السؤال لحد الآن لم تثبت الإجابة عليه علميا، وبحاجة إلى المزيد من الدراسات والأبحاث في هذا المجال. نعم، يعني ما زالت هذه العلاقة غير مثبتة، وبالتالي يعني لا يمكن الجزم فيها لأن الدراسات والبحوث ما زالت مستمرة في هذا الأمر. نعم. إذن دكتورة، ما هي القواعد العامة التي يجب على أطفال السكري تحديدا اتباعها لتجنب حدوث مضاعفات السكري عند الإصابة بالمرض؟ طبعا وايد مهم حنا نعلم أطفال السكري الاعتماد على نفسهم في البيت بمساعدة أولياء أمورهم، ولتجنب حدوث مضاعفات السكري يجب عليهم اتباع التالي: فحص سكر الدم بانتظام، ويا حبذا لو وجد لديهم جهاز مجس السكر الدائم والذي يبين لهم قراءة السكر بانتظام. فحص نسبة الكيتونات من الأمور المهمة خصوصا عند ارتفاع نسبة السكر في الدم، وعادة ما يعطى الطفل أشرطة الكيتونات مع الجهاز لفحص نسبتها في المنزل، ولما تكون عالية يجب عليه التوجه إلى المستشفى. الأمر الآخر طبعا والمهم هو الالتزام بأخذ جرعات الأنسولين الموصى بها، وشرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف، وننصح دائما بأخذ جرعات إضافية من الأنسولين عند الحاجة وخصوصا عندما يكون مستوى السكر في الدم عالي. أما بالنسبة لأطفالنا مستخدمي مضخة الأنسولين، والحمد لله أعدادهم تتضاعف يوما بعد يوم في مملكتنا الحبيبة، ننصحهم باستخدام خاصية الضخ المؤقت وذلك بزيادة نسبة الأنسولين المستخدم خلال فترة المرض. نعم. بالإضافة إلى المواصلة على فحص نسبة السكر في الدم على فترات قريبة.